يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات الأسبوع. حلقة دايما بتكون مهمة مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا أفريقيا كمان، لأن ده أمر مهم جدا بالنسبة لنا. بطولة الأمم الأفريقية اللي هتنطلق غدا تحديدا، إحنا هنلعب يوم الثلاثاء إن شاء الله كمنتخب مصر. عندنا كلام كتير جدا في الجزئية دي، وكمان عندنا أخبار كتير بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وكل التفاصيل والكواليس هتكون معانا على مدار فقرات حلقة الترند النهاردة. بالتالي منتظرين تواصل حضراتكم معانا وتفاعلكم من خلال سؤال الحلقة، وفي رأيكم إيه هي أفضل بطولة أمم أفريقيا شارك فيها منتخب مصر وتوج بها، من خلال طبعا متابعتكم وأراءكم. هنشوف كل الأراء في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. تواصلوا معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف يلا. في ترند الأهلي، الخطيب يتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي غدا. موسيماني يقود تدريبات الفريق بعد عودته من الأجازة. وأخيرا بعثة المنتخب تصل الكاميرون. طيب خليني اقول لحضراتكم ابرز مباريات اليوم. بالتحديد النهارده في اربع ماتشات في الدوري الاسباني فقط، خصوصا في ظل يعني عدم تواجد مباريات في الدوري الانجليزي المهم جدا. لا اعتقد هيرجع بكره او بعد بكره بالكثير، بعد بكره تحديدا ماتشات الدوري الانجليزي، بعضها هيكون مؤجل بعضها من ضمن الجوله الجديده. فخلينا نتكلم على الدوري الاسباني. النهارده في مباراه اتلعبت خلاص ما بين ليفانتي وريال مايوركا. ليفانتي فاز بنتيجه 1-0. 5:15 هتكون مباراه ريال سوسيداد مع سيلتا فيجو، ودي هتكون مباراه مهمه جدا. غرناطة الساعه 7:30 مع برشلونه، مباراه اهم بكتير. و10 بالليل مباراه قويه قوي ما بين ريال مدريد وفالنسيا، اكيد هنستمتع بيها قبل انطلاق بطوله الامم الافريقيه. قبل ما اطلع الفاصل خليني اقول لحضراتكم خبر تهنئه النادي الاهلي للاتحاد المصري لكره القدم، بالتحديد المجلس المنتخب الجديد بعد الجمعيه العموميه اللي اجريت يوم 5 الماضي من نفس الشهر اللي احنا فيه. وتهنئه كانت مهمه جدا بتوقيع الكابتن محمود الخطيب رئيس الاهلي، وان شاء الله نتمنى لهم كاتحاد جديد ان هم يكونوا على قد طموح الجماهير المصريه وكل محبي كره القدم، وعندنا ثقه فيهم كبيره ان شاء الله ان هم ينقلوا الرياضه المصريه والكره المصريه تحديدا للامام، وخطوات تكون مهمه جدا في تاريخ الكره المصريه. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض التفاصيل المهمه قوي اللي تخص النادي الاهلي. استنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. عشان الكلام كتير بخصوص مصابي النادي الاهلي بكورونا والمساحات وما شابه ذلك، فانا اقول لحضراتكم بمنتهى الشفافيه كل التفاصيل وكل الاخبار. مبدئيا كده في مسحه اتعملت لكل الفريق النهارده في مقر النادي الاهلي بالجزيره في استاد مختار التتش، كاجراء من ضمن الاجراءات الاحترازيه المهمه جدا قبل فتره اهم بيتخللها طبعا كاس الرابطه، بطوله كاس الرابطه، وايضا المشاركه في كاس العالم للانديه باذن الله تعالى. ففي تشديد جامد جدا جدا بخصوص الاجراءات الاحترازيه الخاصه بالفريق الاول لكره القدم. لكن في نفس الوقت النهارده الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، خدوا قرار بان بعض لاعبي النادي الاهلي ما يجوش اصلا النادي، وان هم يعملوا مساحات خارج النادي، مساحات خارجيه، عشان يتم الاطمئنان عليهم بشكل اكبر وبشكل مؤكد قبل ما يندمجوا مع اللاعبين في غرف الملابس او خلال التدريبات الخاصه بالفريق في استاد مختار التتش. فالمجموعه دي ما جاتش النادي عشان كمان في اعراض عليهم خاصه بنزله البرد، فانت عشان تتاكد اكتر ان هي لا قدر الله ممكن تكون كورونا فتعمل مساحات، فهم هيعملوا مساحات خارجيه. المساحات دي هي اللي هتطمن وتاكد الكل بخصوص الاصابات، هل كورونا ولا مش كورونا. ان شاء الله ما تبقاش كورونا، يبقى برد بسيط بالنسبه لهؤلاء اللاعبين. طيب انا هقول لحضراتكم الاسماء الخاصه باللاعبين دول اللي هم ما وصلوش النادي النهارده وكان في قرار بعدم وجودهم في النادي لحد ما تطلع نتيجه المسحه الخارجيه بتاعتهم. مين هم اللعيبه دول؟ وليد سليمان، تمام، بيرسي تاو، ياسر ابراهيم، طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسوني، واحمد نبيل كوكا، واحمد عبد القادر.
7 لاعبين من قائمة النادي الأهلي ما جوش النهارده وهيعملوا المسحة، أو خلاص تقريبا عملوها النهارده الصبح خارج النادي وفي انتظار نتيجة المسحة دي، وبناء على النتيجة دي يتم تحديد موعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية ووصولهم لاستاد مختار التتش والمقر النادي الأهلي بالجزيرة بشكل طبيعي. نتمنى لهم يا رب الشفاء والسلامة، وإن شاء الله ما تكونش حاجة قوية أو ما تكونش كورونا. في نفس الوقت المساحات أيضا اللي اتعملت النهاردة للفريق بقى ككل والجهاز الفني والإداري برضو نتيجتها هتطلع خلال ساعات، ونعرف الامور هتمشي ازاي خلال الفتره اللي جايه. احنا قلنا نحط حضراتكم في الصوره لحظه بلحظه. النهارده كمان موسيماني رجع للتدريبات، او رجع ان هو يقود تدريبات النادي الاهلي في التتش بعد ما كان خد اجازه، واحنا عارفين الفريق في الفتره دي بيستعد لمباريات كاس الرابطه اللي هتبتدي بالنسبه للنادي الاهلي يوم الخميس القادم، نتمنى فيها كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي. وكان النهارده موسيماني مركز على اجزاء كثيره جدا من المران، سواء فيما يتعلق الجانب البدني اللي كان تحت اشراف كابيلو مدرب الاحمال، او حتى فيما يتعلق ببعض التدريبات الكره القويه وتقسيمها كمان كانت مهمه جدا في الجزء الاخير من مران اليوم. في المقابل كان في بعض التدريبات الخاصه بحراس المرمى مع ميشيل يانوكان، وتدريبات كانت مهمه جدا لكل من علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء. اتكلمنا عن المسحه واتكلمنا على اللاعبين اللي اكيد ما جوش النهارده للمران عشان يتم التاكد من سلامتهم. كمان خليني اقول لحضراتكم على حفله محمد بن راشد للابداع الرياضي، الكابتن محمود الخطيب سافر امبارح، هقول لحضراتكم كل التفاصيل اللي بتتعلق بالحفله دي وكل الكواليس بس بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. امبارح الكابتن محمود الخطيب وصل دبي علشان يحضر حفل جوائز محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي، وعلشان يتسلم جائزه الحفل بفوز النادي الاهلي كافضل مؤسسه رياضيه عربيه في عام 2021. وفي الحقيقه الاهلي يستحق، وبالمناسبه الموضوع مش متعلق بالجانب الرياضي بان الاهلي مثلا بطل افريقيا وان الاهلي يعني واخد بطولات قد كده وانجازاته قد كده وكلام من ده، لا لا لا، الموضوع بيتعلق بمؤسسه بشكل كامل، ازاي بتشتغل، ازاي بتقدر تكسب مكاسب ماديه، ازاي تقدر ان هي تعمل ادوار مهمه جدا في الجوانب الاجتماعيه، الجوانب الانشائيه، يعني الموضوع كباكج مره واحده او كباكج على بعضها كده، مؤسسه النادي الاهلي. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كده اللقطات قدامنا، الكابتن محمود الخطيب اهو موجود بعد وصوله لدبي بالامس مع الدكتور طبعا سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي والاعلامي الكبير يعقوب السعدي الاعلامي الاماراتي الكبير، وامور كلها غايه في الاهميه وحاجه تدعو للفخر دايما لما تلاقي النادي الاهلي بيكرم كده في جوائز كبيره زي دي، فاكيد لازم تفخر دائما وابدا بانك تنتمي لهذا النادي. طيب خلينا نروح نشوف لقاء مهم جدا مع زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي هناك في هذا الحفل، والحفل بالمناسبة هيكون بكرة لكن هو موجود مع الكابتن محمود الخطيب في هذه الرحلة الهامة، ومع لقاء مهم جدا مع الأستاذ يعقوب السعدي الإعلامي الإماراتي الكبير. نشوف اللقاء ده ونرجع مرة تانية. مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين في تغطيتنا من هنا من دبي وجوائز حفل تسليم جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي والمقارنه فيها النادي الاهلي بالطبع كافضل مؤسسه رياضيه عربيه. يسعدني في هذه الاثناء يكون معايا الاعلامي العربي الكبير والاماراتي هنا من بلده ومن الامارات الاستاذ يعقوب السعدي. في البدايه طبعا شرف ليا ان اكون موجود مع حضرتك وبعمل معاك مقابله، يعني النادي الاهلي ووجوده، وانا عارف ان حضرتك من اكثر المحبين للنادي الاهلي، وجود النادي في الاهلي في الامارات واستحواذه او فوزه بجائزه مثل جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، وكمان مش على البطوله الرياضيه او تفوق رياضي، لا النادي الاهلي بياخد كافضل مؤسسه رياضيه عربيه، شايف ده حضرتك ازاي؟ انا شايفه انه النادي الاهلي يستحق الجائزه هذه بناء على الواقع اللي موجود فيه النادي الاهلي كمؤسسه رياضيه اقتصاديه، كمؤسسه لها اساس صح من زمان قوي يعني، واللي شايفينه في النادي الاهلي وما يحدث في النادي الاهلي من وجود شركات سواء كره القدم او الخدمات الرياضيه
من النادر انك تشوفه خاصه في الوطن العربي. فالنادي الاهلي نموذج لكل المؤسسات الرياضيه اللي موجوده حاليا في المنطقه وفي الوطن العربي، اذا نتكلم عن مؤسسه رياضيه اقتصاديه مبنيه على اسس وتاريخ صح، يعني مبنيه على اساس اقتصادي صح. النموذج اتصور اللي تحتذي فيه الانديه الاخرى والمؤسسات الرياضيه الاخرى هو النادي الاهلي، مبني بشكل صح، مؤسس صح، كمؤسسه اقتصاديه صح. فاتصور على الجميع ان يقتدي بالنادي الاهلي في المجال ده تحديدا. حضرتك ذكرت الكلام ده دلوقتي، لكن كمان يعني كان وقعه على نفس حضرتك ايه لما قريته في بيان مجلس ابو ظبي، يعني مجلس دبي الرياضي في متن الجائزه، انه قال انها هي مبادره تستشرق المستقبل ويجب ان يحتذى بها في جميع المؤسسات الرياضيه خاصه في ظل التعامل مع فيروس كورونا. حضرتك واحد من محبين النادي الاهلي، الكلام ده وقعه على نفسك كان ايه؟ طبعا وقعه بالنسبه لي انا دائما اتمنى الخير، اتمنى الشيء المميز خاصه للنادي الاهلي. يعني فالنادي الاهلي الجائزه انا اتصور ان دي من الحاجات اللي المفروض انها تصير، والنادي الاهلي من المفروض انه يكون موجود في كل الجوائز. النادي الاهلي دائما يضيف للجوائز اللي يحصل فيها. النادي الاهلي من الاشياء المميزة بصراحة في الوطن العربي كمؤسسة وكتاريخ وكإنجازات، فأكيد سعيدين بالجائزة دي بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا أحب أعرف تعليق حضرتك إن كابتن محمود الخطيب أحد أساطير النادي الأهلي الرياضية وكلاعب كرة قدم مرموق، يقود سفينة النادي الأهلي لمدة 4 سنوات ودورة كمان، ياخد بطولات كتير، لكن كمان إنه يكون رياضي على راس مؤسسه رياضيه زي النادي الاهلي ويفوز، يعني يستطيع ان يفوز بالجائزه، يعني زي ما نقول هي رياضيه اقتصاديه في نفس الوقت. حضرتك شايف ده ازاي وتعليقك عليه ايه كمان كابتن محمود الخطيب وادائه في رئاسه النادي الاهلي؟ محمود الخطيب يعني انا الشهاده والكلام اللي هقوله يعني يمكن مجروح شويه لاني انا احب الراجل ده. فبحجم وشخصيه محمود الخطيب يقود مؤسسه النادي الاهلي اكيد شيء جميل جدا، وهو كشخص انسى انه رياضي، هو كشخص شخص مميز، شخص يعني نادر انك تحصل صفات شخص في شخصيه محمود الخطيب. فشو ما قلت اتصور انه مش حتدي الراجل ده حقه يعني، بس وكرياضي طبعا اكيد شيء جميل انه شخصيه بحجم محمود الخطيب يقود النادي الاهلي، والاهلي والخطيب اتصور حاجتين يعني راكبين على بعض، يعني الاثنين مناسبين لبعض. ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش عن يعني ابو ظبي سبق وان نظم كاس العالم للانديه، النادي الاهلي سبق وان شارك 6 مرات في كاس العالم للانديه، ولكن اللقاء الاول ما بين الاهلي وابو ظبي وان النادي الاهلي يكون موجود في ابو ظبي في كاس العالم للانديه، شايف ده ازاي؟ انا شايفه حاجه ممتازه جدا، واتصور كمان القرعه حلوه بالنسبه للاهلي المره دي يعني، والوصول للنهائي المهمه مش سهله طبعا، مهمه صعبه قوي، لكن وبالمناسبه يعني في التذاكر اللي صارت يعني انطرحت التذاكر في خلال ساعه 80% من المبيعات خلصت، وده نادر ما يصيرش يعني، ده دليل على شعبيه النادي الاهلي، واتصور يعني راح يحصل دعم كبير كانه في مصر، وراح يكون في استقبال كبير بالنسبه للفريق ومن ناحيه الدعم ومن ناحيه المتابعه. جماهيريه الاهلي في المنطقه وفي الخليج وفي الامارات تحديدا كبيره جدا، ويمكن تكون الاكبر بالنسبه للانديه العربيه، فمتوقعين انه يكون في شغف كبير ل بعثة الأهلي وفريق الأهلي في البطولة، وأنا أتوقع أن الأهلي راح يقدم مستوى كبير في البطولة دي.
اخيرا بقى كلمه حضرتك توجهها من خلالنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي، يعني بوجود النادي الاهلي في الامارات والترحيب الكبير اللي شايفينه سواء بالنادي الاهلي او كمان كابتن محمود الخطيب. جماهير الاهلي اللي خارج دوله الامارات، دي الامارات بلدكم وراح تشوفوا كل ترحيب وكل استقبال، والتنظيم راح يكون ان شاء الله مميز، راح تكون بطوله ناجحه. نتمنى التوفيق للاهلي وانه يحقق نتيجه افضل من النتائج اللي كانت قبل في بطولات كاس العالم للانديه. الدعم النادي مطلوب، راح تكون في تسهيلات كبيره اتصور ايضا من شركه الاهلي للاحداث الرياضيه وللخدمات اللي انشئت في النادي الاهلي. راح تكون في تسهيلات ايضا من اللجنه المنظمه لكل الجماهير اللي تاتي من خارج دوله الامارات. فان شاء الله تكون بطوله مميزه خاصه للنادي الاهلي ان شاء الله. انا بصراحه بحب حب الراجل ده للاهلي، يعني الاستاذ يعقوب السعدي الاعلامي الاماراتي الكبير ورئيس قنوات ابو ظبي الرياضيه بيحب الاهلي قوي، وبفرح قوي لما اشوف حد مش مصري وما اكثرهم يعني بيحبوا الاهلي وبيعبروا عن حبهم للنادي الاهلي بشكل عادي جدا جدا، ما فيش بقى اي حسابات اصل ممكن مش عارف جمهور ايه يزعل او جمهور ايه، لا انا بحب الاهلي يبقى بحب الاهلي ما فيهاش اي مشكله خالص يعني. وما فيش بالمناسبه اي اعلامي من اللي حضراتكم بتتفرجوا عليهم في اي قناه من القنوات في اي دوله من الدول ما عندوش انتماء، اللي يقول لك غير كده يبقى بيهزر معاك. فاكيد لازم الواحد يسعد بانتمائه وحبه لاي كيان هو منتمي ليه، يعني احنا بنسعد بانتمائنا وحبنا للنادي الاهلي، الاستاذ يعقوب السعدي كذلك. لكن في المقابل كلامه في الحقيقه مهم جدا جدا على النادي الاهلي. هو اتكلم الراجل في حته ايه، ان الاهلي مؤسسه متكامله في كل الجوانب بتلاقيه ناجح متاسس صح، وقال الكلمه دي ودي جزئيه مهمه قوي، ان انت كنادي او كمؤسسه متاسس بشكل مظبوط على جميع الاصعده سواء اقتصاديا رياضيا انشائيا اجتماعيا، كل الكلام ده الاهلي متاسس فيه بشكل كويس جدا وماشي فيه بشكل اكثر من رائع. بل ايه كمان، بل الاهلي دايما حريص على تطوير نفسه، على تطوير هذه المؤسسه. اي مجلس اداره بيكون موجود، بالتحديد كمان مجلس الحالي اللي كان موجود 4 سنين قبل كده واللي مكمل 4 سنين جايه باذن الله تعالى، يعني الناس حريصه اشد الحرص على عدم الاكتفاء بالانجازات السابقه او عدم الاكتفاء بالتطور الذي وصل اليه النادي الاهلي. لا، انا بتطور بوصل لمرحله كويسه بس دايما عايز اوصل للاحسن، فده اللي بيميز دايما النادي الاهلي. ان شاء الله نفرح بكره بالجائزه، جائزه مهمه جدا في خلال تواجد الكابتن محمود الخطيب، ودايما الاهلي يا رب موفق والمزيد والمزيد من الجوائز. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض التفاصيل الاخرى اللي بتتعلق بالنادي الاهلي، لسه عندنا كلام كمان على منتخب مصر بتفاصيل كتير جدا، لكن هنخلص ملف النادي الاهلي وبعد كده نروح على منتخب مصر، استنونا بعد الفاصل. يلا طيب، خلينا نروح سريعا للامارات على الهواء مباشره مع زميلنا العزيز محمد توفيق المجتهد في الحقيقه، عشان نطمن من خلاله على كل الكواليس اللي بتتعلق بحفل الغد. فيا توفيق مساء الخير. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، معاك من هنا من دبي وبالتحديد في فندق اقامه جميع المكرمين ان شاء الله في حفل الغد، حفل توزيع جوائز، جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي. يعني عايز اقول لك يا امير، هي الجائزه الاكبر على مستوى العالم من حيث فئتها وقيمتها كمان، قيمه الجوائز المقدمه. يمكن الجائزه كل المكرمين فيها يعني من صناع القرار ومن اصحاب التجارب الناجحه، وطبعا على راسهم النادي الاهلي. وكمان الجائزه يعني بتتميز هذا العام ان بيتم تكريم جميع الابطال الاولمبيين اللي كانوا في اخر دوره اولمبيه في طوكيو، سواء الالعاب الاولمبيه العاديه او كمان البارالمبيه. يمكن دي الدوره ال11 امير، الجائزه ابتدت في عام 2009 ودي الدوره ال11. يمكن فتره التكريم عن فتره كبيره جدا، بدايه التقييم كانت من 1
سبتمبر 2018 وحتى 15 سبتمبر 2021. طبعا جميع المشاركين قامات واصحاب تجارب زي ما قلنا ناجحه على مستوى الوطن العربي. النادي الاهلي يمكن بيكرم كالعاده في جائزه الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي، ولكن التكريم المره دي مختلف جدا يا امير. ولو يعني قريت صيغه التكريم فعلا فخر كل اهلاوي ان النادي الاهلي بيكرم بهذه الصفه. يمكن النادي الاهلي بيكرم في فئه المؤسسة العربية كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية عن مبادرة التمويل الذاتي. يمكن زي ما ذكروا في الجائزة وسبب منح النادي الأهلي الجائزة ان مبادرة التمويل الذاتي او المبادرة الاقتصادية للنادي الأهلي مبادرة تستشرق المستقبل ويجب الاقتداء بها في جميع المؤسسات الرياضية، خاصة في ظل فترة كورونا زي ما الناس كلها شافت وتابعت يا امير. النادي الأهلي فترة كورونا لم يتم الاستغناء عن اي من العاملين، اللاعبين تم تقاضي العقود كاملة في جميع الالعاب، المديرين الفنيين سواء مصريين او اجانب كله تقاضى. كمان بتفتح مقرات جديده الشيخ زايد، تطورات اكثر من رائعه في مدينه نصر، كمان افتتاح فرع الاقصر، وكمان التجمع الخامس في الطريق. فاعتقد كل دوت دعا المسؤولين عن الجائزه، وده ان شاء الله ان هنشوفه في لقاءات متتابعه بعد كده. دعا المسؤولين عن جائزه مجلس امناء الجائزه هنا في دبي في مجلس دبي الرياضي يمنحوا الجائزه للنادي الاهلي. يمكن احتفاء غير عادي وغير طبيعي هنا بالنادي الاهلي يا امير وبكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي بجد لما تيجي لما تطلع بره مصر تشوف قيمته اكبر واكتر في عيون جميع الناس. يمكن نظرات الاعجاب والفخر بالنادي الاهلي بتشوفها بره مصر كمان. يمكن جمهور النادي الاهلي مش في مصر بس، احنا كل الناس بتقابلنا هنا. يمكن الناس كلها منتظره كمان وصول النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يمكن ان شاء الله باذن الله يكون يعني ده بدايه الجائزه. يمكن زي ما قلنا البدايه كانت من المحيط والفوز بالنجمه العاشره، وكمان النهارده بنوصل لحد الخليج وانتصارات النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بافضل مؤسسه رياضيه عربيه. اعتقد فخر ما بعده فخر، ويا رب دايما النادي الاهلي في انجازات ونجاحات ويفضل دايما في المقدمه دايما. كمان يا امير يمكن مش النادي الاهلي بس اللي بيكرم من مصر، يمكن مصر بطولها التكريم بشكل كبير في الجائزه هذا العام. يمكن فريال اشرف بتكرم عن جائزه الرياضي العربي طبعا بعد تحقيقها لذهبيه الكاراتيه في الاولمبيات الاخيره. كمان ايه مدني بتكرم عن جائزه الاداري العربي طبعا لفوزها برئاسه لجنه اللاعبين في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث للدوره الخامسه، ويمكن ده منصب اول مره يوصل له رياضيه عربيه او افريقيه. كمان دكتور حسن مصطفى بيكرم بصفه رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد كافضل اتحاد دولي طبعا بعد تنظيم الرائع. اللي يمكن كابتن حسن مصطفى لما اتكلمت معاه قال لي اللي يستحق التكريم هو الحكومه المصريه، كان نفسي يتم منح التكريم دوت لدكتور مصطفى مدبولي، وجه له الشكر جدا. والحكومه المصريه اللي يعني في ظل جائحه كورونا نظمت كاس العالم لكره اليد لاول مره في العالم بمشاركه 32 فريق ولاول مره النظام الفقاعه الطبيه. قال لي كنت فخور جدا كمصري في اولمبياد طوكيو لما طبقوا نفس النظام اللي اتطبق لاول مره. قال لي اللي تستحق فعلا الجائزه مش الاتحاد الدولي لكره اليد، بالعكس الحكومه المصريه هي اللي تستحق الجائزه والتكريم على هذا المجهود الذي بذل. يمكن بجد كلنا هنا كمصريين وكعرب فخورين بالنادي الاهلي، الناس بتتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي. ولما تتكلم كمان مع مجلس الامناء يا امير لا الناس يعني بيشوفوا ان ده طبيعي وده حق النادي الاهلي، ما فيش اي نوع من انواع لا ده النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده. الناس فخورين جدا بالنادي الاهلي وبيكرموا النادي الاهلي لان هو فعلا يستحق التكريم، وشايفين ان تجربه النادي الاهلي لابد ان تعمم وتكون زي ما بنقول يعني مثال يحتذى به في جميع المؤسسات العربيه الرياضيه. يعني بصراحه يا توفيق انا بحييك كل التحيه، واضح ان انت مذاكر كويس جدا وقلت كل المعلومات اللي في الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي حبيبها. وانا بصراحه بحب دايما المجتهد اللي بيحاول يطور من نفسه ويشتغل بشكل مظبوط، فانا بحييك طبعا على كل الكلام اللي انت قلته وحطيتنا في الصوره بشكل كبير قوي. لكن انا عايز اسالك سؤال يا توفيق، وبالتحديد فيما يتعلق باستقبال الكابتن محمود الخطيب فور وصوله لدبي، كيف كان الاستقبال بما انه رئيس النادي الاهلي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وبما انه طبعا اسطوره كبيره من اساطير الرياضه العربيه ومن اساطير كره القدم المصريه والافريقيه، ازاي كان الاستقبال وحفاوه هذا الاستقبال؟ اشرح لنا الصوره كنت شايفها ازاي. بمنتهى الامانه والمجامله يا امير، يعني بمنتهى الامانه وعدم المجامله بجد ده الحقيقه اللي شفناها بعيننا ورصدناها. كابتن محمود الخطيب يعني بيعامل معامله الدبلوماسيين هنا في دبي والامارات بشكل عام، يعني تشوف الالتفاف الناس حواليه. يعني كابتن محمود الخطيب مش عارف يخرج من الفندق من كتر الزائرين اللي بيجوا له، يمكن الناس كلها ملتفه حواليه هنا. كابتن محمود الخطيب طبعا شهرته تعدت الوطن العربي من المحيط للخليج. عاوز اقول لك كمان يا امير يمكن الناس بتتكلم النقطه اللي الناس بتتكلم فيها جدا، ان كابتن محمود الخطيب بقى مثال يحتذى به ان رياضي يبقى رئيس مجلس اداره نادي بحجم النادي الاهلي
وكمان مش بس بياخد معاه بطولات ونجاحات قاريه وعالميه، لا كمان انت يعني بنتكلم في تكريم المره دي عن المجموعه الاقتصاديه للنادي الاهلي. انت بتتكلم ان رئيس نادي كان لاعب كره قدم سابق وكان اسطوره سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، كمان بيقود نادي عريق زي النادي الاهلي، مش بس يحقق بينا نتائج ونجاحات عظيمه، لا كمان انت بتتكلم عن الجزء الاقتصادي. احنا بنتكلم كاداره لاعب كره قدم واسطوره سابقه، انه كمان يبقى اسطوره اداريه ويقدر يعني زي ما بنقول يبحر ويغرد خارج السرب بالنادي الاهلي. انت بتتكلم هنا بجد، بنتكلم مع كل الناس يا امير، ناس بتتكلم عن بجد بكل الفخر عن النادي الاهلي، الناس بجد يعني جمهور النادي الاهلي ليه كل الفخر وكل الحق انه يفخر بناديه. لما تسمع كلام الناس يعني يمكن لو هنجامل بعض في مصر وكلنا كاهلاويه بنحب النادي الاهلي، لا انت بتتكلم مع ناس محايده تماما هنا بيتكلموا عن النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع. الناس اللي بتتكلم يقول لك تخيل يعني بالتقدم اللي في جميع يعني في كتير جدا من الدول العربيه سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني والرياضي، لا الناس بتتكلم عن النادي الاهلي ان النادي الاهلي تجربته لازم تعمم على جميع الدول. يعني عايز اقول لك ان كان مترشح لنفس الفئه الجائزه للنادي الاهلي فاز بيها 54 ملف، يعني النادي الاهلي ما كانش واخدها بالتزكيه ولا هو ما كانش فيه 54 ملف كانوا بينافسوا في فئه النادي الاهلي هو افضل مؤسسه رياضيه عربيه، كان في 54 ملف متقدمين للجائزه وتم اختيار النادي الاهلي. يمكن في ما هيبقى معانا اعضاء من مجلس امناء الجائزه هيتكلموا معانا وهيقولوا المعايير اللي تم اختيار النادي الاهلي على اساسها، ويمكن في سؤال وجهته لهم هو ان شاء الله يبقوا اقدر الناس ان هم قدام الكاميرا بالصوت والصوره يردوا عليه امير، ان هم ليه دائما النادي الاهلي على منصه التتويج بجائزه محمد بن راشد المكتوم. ده هم اصحاب الشان واصحاب الجائزه هم اللي هيردوا عليه، ولما كلموا قالوا النادي الاهلي ده قليل جدا اللي بياخده، النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده بكتير، النادي الاهلي فعلا نادي يغرد خارج السرب سواء افريقيا او عربيا. النادي الاهلي دلوقتي بقى خلاص بنتكلم يا امير في مصاف الانديه العالميه سواء اداريا او رياضيا او على سبيل النتائج والقرارات بتاعته. طيب ده امر مهم جدا، لكن انا عايز استغل فرصه تواجدك هناك يا توفيق وتقول لنا بقى كيف يتاهب الشارع الرياضي الاماراتي بشكل عام لكاس العالم للانديه، وبالتحديد كمان الجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي، لان خلاص كاس العالم للانديه قربت والاول مره النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه وهي بتقام في الامارات الشقيقه، فقول لنا الاجواء عندك ايه وازاي الكل بيستعد لهذه البطوله وبالتحديد لمشاركه النادي الاهلي. بالظبط زي ما ذكرت يا امين، يمكن النادي الاهلي 6 مشاركات من قبل في كاس العالم للانديه، ابو ظبي كمان نظمت البطوله، ولكن اول مره يحصل اللقاء ان النادي الاهلي يكون موجود في ابو ظبي. عايز اقول لك الاجواء غير عاديه، يعني زي ما كنا كمان بنتكلم مع استاذ يعقوب السعد قال لي 80% من التذاكر بتاعه بطوله كاس العالم نفذت من الاسواق، يعني اجواء غير عاديه، الحضور الجماهيري منتظر يكون غير طبيعي، منتظر زي ما الناس كلها هنا بتقول لنا انتوا مش هتحسوا ان النادي الاهلي بيلعب خارج مصر، بالعكس يعني النادي الاهلي يعتبر هو الفريق المنظم للبطوله بحكم الجماهيريه وبحكم الجمهور اللي هيكون موجود. اعتقد ان شاء الله يا رب يعني مشكله اللاعبين تحل مع المنتخب والنادي الاهلي يبقى بكامل صفوفه، اعتقد بتوفيق من ربنا ان شاء الله بالدعم الجماهيري اللي هيبقى موجود هنا، اعتقد ان احنا هنشوف نسخه مختلفه جدا من النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بفضل الدعم والمسانده الجماهيريه. وانت بتتكلم امير في رواج غير طبيعي هنا ابو ظبي، يمكن الناس عارفه ان النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي والنادي الاهلي هيضيف قد ايه للبطوله، يعني انت بتتكلم مع الناس هنا حتى الاماراتيين بيتكلموا ان النادي الاهلي هيضيف كتير جدا للبطوله، بنقول يعني كنا نتمنى النادي الاهلي يشارك في نسخه سابقه ولكن النسخه دي اعتقد هتبقى مختلفه، هم نفسهم عارفين. يعني انت حتى مشاركه منتخب مصر في الفتره الاخيره امير في كاس العرب في قطر، شفنا مشاركه منتخب مصر عملت ايه وحولت البطوله بشكل كبير جدا وعملتها بطوله جماهيريه. اعتقد النادي الاهلي انت عارف طبعا يعني اكيد سافرت مع البعثه كتير خارج مصر وشاف جماهيريه النادي الاهلي في كل دول خاصة ابو ظبي، يمكن جالية كبيرة جدا بالزبط. المصريين كلهم منتظرين النادي الاهلي زي ما بنقول يعني بكل اللهفة، واعتقد هتبقى ان شاء الله شكل مشرف جدا وهتشوف الاستاد يعني زي ما بيقولوا كومبليت في كل ماتشات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والمعلومات القائمة والهامة جدا جدا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة الاهلي كان معانا على الهواء مباشرة من دبي وقال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بحفل الغد وايضا فيما يتعلق بتأهب الجماهير الأهلوية هناك في ابو ظبي او بالتحديد في الامارات بشكل عام لمشاركة النادي الاهلي في كأس العالم للأندية، بنشكره شكرا جزيلا. تعالوا بقى نتكلم شوية على بعض الاخبار الاخرى اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في السوشيال ميديا وبالتحديد في الصفحات الرسميه المختلفه. تعالوا نبتدي بسبورت 360 وحسابهم الرسمي على تويتر، وبيقولوا تاجيل اولى مباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا ضد المريخ،
وده امر يعني خبر متوقع جدا جدا وطبيعي وبديهي، لان خلاص الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه، كان متحدد مش متذكر الميعاد بالظبط بالنسبه لمباراه المريخ امتى، بس يعني متعارضه ايضا مع كاس العالم للانديه. مش عارف ايه الحكايه في الموضوع ده، لكن في كل الاحوال هي هتؤجل كده كده زي ما حصل السنه اللي فاتت على ما اتذكر في نفس الامر. يعني في حال تغلب موسيماني ولاعبيه على مونتيري المكسيكي باذن الله واحد احد تاهل نصف نهائي كاس العالم للانديه، فبالتالي خلاص المباراه لازم هتتاجل باذن الله. طيب تعالوا نخش على خبر اخر وخاص بالمصري الرياضي وحسابهم على تويتر، وبيقولوا ان موسيماني يبحث عن رقم قياسي جديد مع الاهلي بمونديال الانديه، والرقم القياسي بيتعلق بايه؟ بان هو ان شاء الله باذن الله لما يوصل، لو وصل المباراه النهائيه، فهيبقى اول مدير فني يفوز بميداليتين مختلفين مع فريق واحد. هو فاز بالبرونزيه مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت في قطر، ان شاء الله نتمنى على اقل تقدير السنه دي يكون المركز الثاني، ليه لا المركز الاول، بس الاهم بس مشكله لعيبه المنتخب تتحل ويبقى عندنا امال وطموحات كبيره، وبالتالي هيبقى رقم مهم جدا بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني هذا المدير الفني المميز. تعالوا كمان نروح لخبر من الوطن سبورت، واللي بيتكلموا على تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الاهلي. الاهلي في الملفات اللي زي دي ما بيتاخرش، يعني حسين الشحات بقاله 3 سنين في مع الفريق، عقده كان 5 سنوات على وهو لاعب مهم جدا ومؤثر جدا. اللي اقدر اكده بخصوص الخبر ده ان في بعض الفترات كده قال لك ايه، قال لك اصل حسين الشحات هيطلع اعاره، اصل جاي له عروض، اصل الكلام ده مقفول تماما، وفي تمسك تام من قبل الجهاز الفني بقياده موسيماني بحسين الشحات، وشايف ان هو قيمه فنيه مهمه جدا جدا للفريق، وده طبعا امر احنا يعني ملاحظينه بشكل كبير، وحسين عنده الاحسن من كده كمان بكتير مع النادي الاهلي اللي يقدر يقدمه خلال الفتره اللي جايه. موضوع تجديد عقده ده امر يعني اعتقد وقت بس مش اكتر، ونسمع عن تجديد تعاقده مع الفريق، واضافه اكيد مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب تعالوا نخش على الخبر ده كمان، وده ايضا من الوطن سبورت، واللي بيقولوا ان الاهلي بيحذر السوليه من المشاركه مع المنتخب قبل التعافي من الاصابه. الامور ما بتبقاش بنفس الصيغه دي، او مش بنفس الصياغه دي والمصطلحات دي او التحذير وكلام من ده. حسين الشحات موجود مع منتخب مصر، منتخب مصر عنده جهاز طبي مميز جدا جدا، دايما في تنسيق ما بين جهاز طبي النادي الاهلي والجهاز الطبي لمنتخب مصر بخصوص اخر التطورات اللي تتعلق بعمرو السوليه واصابته. ان شاء الله يخف بسرعه ويشارك مع منتخبنا، لان هو لعيب مهم قوي قوي، وكلنا عايزين منتخبنا باذن الله يجيب البطوله باذن الله واحد احد يعني. فلا في تحذير ولا حاجه، هو بس بتبقى مجرد متابعه، ايه اخر التطورات، اخبارك ايه، عضله السمانه هل خلاص بقت كويس هتقدر تشارك، لسه شويه الامور ماشيه ازاي، هي بس متابعه، لكن تحذير ومش تحذير لا، في جهاز طبي محترم هناك موجود في منتخب مصر هو اللي يقدر يحدد مدى امكانيه الاستعانه بعمرو السوليه في اي مباراه من مبارياته ومدى شفائه التام الاصابه، وكل الثقه في هذا الجهاز الطبي. بالمناسبه عمر ما الجهاز الطبي لمنتخب مصر هيشرق عمرو السوليه ويقول ان هو سليم وهو مش سليم، كده المتضرر مين؟ المنتخب، ان اللاعب يلعب ويتصاب مثلا اثناء المباراه او كلام من ده، او الاصابه بتاعته تطول اللي انت محتاجه على مدار البطوله بالكامل. فالاخبار اللي زي دي بيبقى مبالغ فيها شويه مع كامل الاحترام والتقدير يعني. ده فيما يتعلق بترند النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى نتكلم شويه عن منتخبنا الوطني، لان يعني مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نتابع كل كبيره وصغيره بتتعلق بالمنتخب قبل بدايه مشاركته في كاس الامم الافريقيه واولى المباريات امام المنتخب النيجيري القوي، فهنتكلم في كواليس كتير بس بعد الفاصل، استنونا يلا بينا. طيب زمان كده الواحد وهو في الثانويه العامه كان دايما ايه، قبل الامتحانات تبقى قلقان وتبقى بتفكر كتير، ويا ترى هنجح ولا لا، يا رب كرمني يا رب ساعدني انجح واجيب درجات حلوه كويس. فوالدي ووالدتي ربنا يديهم الصحه كانوا دايما يقولوا لي ايه، يا ابني خلاص اللي ذاكر ذاكر. فالجمله دي كانت بتقلقني اكتر، اللي ذاكر ذاكر يعني، انا طب انا ذاكرت ولا ما ذاكرتش، ولا الدنيا تمام كويسه ولا وحشه ولا الدنيا ايه. نفس الامر بينطبق على منتخب مصر، هل منتخب مصر ذاكر كويس؟ بصراحة لا. قبل المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية هو ده الامتحان. وهو امتحان مهم جدا بالمناسبة، لأن البعض وأولهم كيروش بيقلل شوية من البطولة دي ويقول لك إحنا هدفنا الأساسي كأس العالم، طبعا كأس العالم مهم بالنسبة لنا. تمام؟ لكن في نفس الوقت لا، البطولة دي مهمة، إحنا منتخب كبير جدا، اسم عريق، تاريخ مش طبيعي. أكتر منتخب خد البطولة،
حلو الكلام ده احنا اتكلمنا فيه، لكن انا بالتحديد بتكلم على ايه؟ على استعداد قبل انطلاق البطوله. هل احنا ذاكرنا واستعدنا كويس؟ بصراحه لا. لا ليه؟ لان مفيش لا ولا ماتش ودي اتلعب، ماتش مثلا الاهلي وبيراميدز اللي كان يعني مهتم بيه قوي قوي كيروش ما تلعبش. حلو، وبالمناسبه احنا كنادي اهلي، النادي الاهلي كان حريص ان المباراه تتلعب، ما عندوش مشكله، لكن انت مرتبط بقرارات رابطه الانديه والموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده فيما يتعلق بالاجنده الدوليه واللعيبه والكلام من تمام. كان في ماتش ودي المفروض هيتلعب مع الكونغو اتلغى برضو، مش عارف ايه السبب ايه، مش عارف. كان ممكن الماتش ده تقدر تستفاد بشكل اكبر. هتقولي طب ما احنا ذاكرنا قبل كده في كاس العرب ولعبنا مباريات وكلام من ده وخدنا المركز الرابع طب كان الناتج ايه بعد ما انت شاركت في كاس العرب؟ الناتج ان انت تقريبا ما خدتش حد من البطوله دي، واللي واخده كمالت عدد من الاخر بمنتهى الصراحه. هل انت استفدت من البطوله دي؟ لا. طيب هل هي قاعده ان اللي ذاكر ذاكر واللي ذاكر ده هو اللي هينجح؟ بصراحه مش قاعده. ليه؟ لان دايما بيكون في ايه، تلميذ لماح بيعرف يلقط بسرعه. نتمنى ان يكون او تكون خبرات كيروش ترجح كفه منتخبنا في كاس الامم الافريقيه، واخدين بالكم؟ يعني زي ما يقول لك ايه، اللي ياكل على درسه بينفع نفسه. فانا مش عارف يعني لو واحد ما اتغداش مش هينفع نفسه، مش عارف يعني بعض الامثال كده بتبقى غريبه شويه. في كل الاحوال انا شايف ان المنتخب كان فيه عشوائيه كبيره جدا جدا في الاستعداد، كان في عدم اهتمام باستعدادات المنتخب لكاس الامم الافريقيه، في عدم متابعه حتى للاعبين. يعني انت اخترت مثلا واحد زي محمد حمدي الظهير الايسر لبيراميدز في القائمه بتاعت الاربعين، حلو، فجه عايز تزود، انت مسافر الاول ب 25 لعيب وحق لك تضيف ثلاثه كمان عشان يبقوا 28 مثلا، هو اصلا في الاساس 23 تضيف خمسه، انت ضفت من خمسه اثنين وكان ناقص لك ثلاثه تضيفهم، معرفش كان السبب ايه برضو انك ما تضيفهمش. ده برضو يندرج تحت بند عدم الاهتمام في وجهه نظر. يعني احنا مش بننتقد، بالمناسبه احنا بندعم جدا المنتخب كامل الدعم، ونفسنا منتخبنا يا رب يا رب يجيب البطوله يعني. لكن محمد حمدي عنده اخترته واستدعيته وانت عشان مش متابعه مش عارف ان هو عنده اصابه، فده ازاي برضو حاجه من ضمن الحاجات الغريبه اللي بتحصل. فان شاء الله يكون كيروش لماح، طالب يكون او تلميذ يكون، هو مش تلميذ هو استاذ بقى طبعا دلوقتي، عنده خبرات عظيمه وسي في محترم جدا جدا يعني، بروفيسور كبير جدا جدا يعني، يكون بيستعيد خبراته ويلقط الجوانب اللي ممكن يكون استفاد منها في كاس العرب، ويحاول يعوض فتره الاعداد اللي ما حصلتش لمنتخبنا الوطني. يعني احنا شفنا كل المنتخبات استعدت، كل بما فيهم المنتخب الجزائري اللي هو مش محتاج استعداد، اقوى منتخب في القاره دلوقتي، لعب ماتش ودي او ماتشين على ما اتذكر يعني، وكله عمل احتكاكات عشان يبقى جاهز للبطوله، احنا لا. ده ما حصلش بالنسبه لي. هل هي قاعده ان معناها كده ان احنا نفشل في كاس الامم الافريقيه؟ لا طبعا مش قاعده، ممكن جدا ان شاء الله ربنا يكرمنا ببعض من الخبرات وبعض من التاكتكس اللي يكون مميز اللي يقوم به المدير الفني مع مجموعه مميزه جدا من اللاعبين. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق وان شاء الله يفرحونا في البطوله دي. من شويه قليلين جدا جدا البعثه وصلت للكاميرون خلاص، وبيعملوا دلوقتي في هذه اللحظات مساحات الطبيه، يا رب يكونوا سلام، لان عندنا طبعا كابتن عصام الحضري مدرب حراس المرمى اللي عوضه كابتن طارق سليمان، ما سافرش معاهم بسبب كورونا، نفس الحال بالنسبه لابو جبل، فاكيد كان في اختلاط، ربنا يستر ونتيجه المساحات دي ما تطلعش ايجابيه وتبقى كله سلبي عشان يكون الكل جاهز لمباراه يوم الثلاث الصعبه جدا جدا امام المنتخب النيجيري، ودايما البدايات بتكون مهمه، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. خليني كمان اقول لحضراتكم خبر من ضمن الاخبار المهمه بتتعلق بمنتخبنا الوطني بخلاف بطوله الامم الافريقيه، وهي ان خلاص الاتحاد الافريقي اعلن عن إقامة القرعة أو قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 22 من الشهر الجاري. وبالمناسبة بقى عشان احنا كنا شاغلين نفسنا تصنيف أول وتصنيف تاني، احنا خلاص تصنيف تاني. وبالمناسبة برضو أكتر الماتش بتاع الإياب في المرحلة دي هيكون خارج أرضنا، احنا هنلعب الذهاب عندنا الأول لأن احنا تصنيف تاني. أصحاب التصنيف الأول هيلعبوا المباراة الختامية أو مباراة الإياب على ملعبه، فاحنا الماتش الثاني هيبقى يعني الامور برضو تعتبر صعبه، لكن برضو عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز وفي اللعيبه، لان عندنا فعلا فعلا مجموعه مميزه جدا من اللاعبين في منتخب مصر. افكر حضراتكم بالتصنيفات، التصنيف الاول السنغال، يعني انت هتقابل يا اما السنغال يا اما المغرب،
يا اما تونس يا اما الجزائر يا اما نيجيريا، الخمسه اصعب من بعض. اصعبهم طبعا السنغال وايه والجزائر والمغرب طبعا، بصراحه كلهم صعبين. تعال نخش على التصنيف الثاني، مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطيه. فان شاء الله كمان نكون موافقين، هنترقب هذه القرعه لان هتبقى حدث مهم جدا جدا بالنسبه لنا عشان نعرف هنقابل مين وازاي نستعد له وازاي يعني نكون جاهزين للماتشين المهمين جدا، عشان حلم من احلام كل المصريين هو حلم اساسي دلوقتي انك تتاهل لكاس العالم، ما تقعدش سنوات كتير جدا بعيد عن البطوله. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لمنتخبنا الوطني. تعالوا نروح بقى نشوف بعض الاخبار المهمه اللي تتعلق بالمنتخب وبالتحديد فيما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية، وده تصريح للأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد، واللي بيقول إن احنا طلبنا من كروش حصد أمم أفريقيا وإلا ستتم محاسبته. وهو كيروش تقريبا ايه الراجل يعني معتمد على الكلام اللي اتقاله له اللجنه السابقه، اللجنه اللي كانت بتدير الاتحاد المصري لكره القدم، اللجنه الثلاثيه اللي احنا عايزين كاس العالم بس ما جابوش سيره بطوله الامم الافريقيه. فبرضه جزء مهم جدا وتصريح مهم جدا من الاستاذ جمال علام انه بيطلب من الراجل اللي احنا عايزين نجيب البطوله، لان هو الشعب المصري كده يعني، انت اكبر دوله في افريقيا في الجانب الرياضي في كل الجوانب في الحقيقه، فلازم ان انت تروح تنافس على اللقب وتحاول ان انت تجيب البطوله دي. طيب الوطن سبورت قال لك بكاري جسامه يدير مباراه مصر ونيجيريا في امم افريقيا، واعتقد مش هيكون في قلق كبير جدا من الحكام رغم ان في بعضهم في الحقيقه مش على المستوى، لكن تواجد الفار في كل مباريات البطوله لاول مره ده امر مهم جدا. طيب نروح كمان لحساب في الجول وبيقول لك مسحه جديده لابراهيم عادل وكورس فيتامينات فقط للعلاج. ابراهيم عادل من اللعيبه اللي تم استدعائهم لكن طلع عنده كورونا، فنتمنى له الشفاء ان شاء الله، وفي حاله شفائه قد يلحق ببعثه المنتخب. ده كل ما يتعلق بمنتخبنا الوطني، واكيد على مدار الايام الجايه هنفضل متابعين بشكل مكثف للمنتخب. تعال نشوف تعليقات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، وايه هي اكتر بطوله توج بيها المنتخب المصري بالنسبه لكم هي كانت احلى بطوله. الغنيمي قال بطولة 2006 كانت حاجة حلوة أوي وكان فيها روح من كل اللعيبة. نروح كمان لشاكر محمد واللي قال 2010 كان فيها المنتخبات أقوى، منتخب مصر قدم لنا متعة وجمل تكتيكية أو جمل وتكتيك فني من مدرب السوري طبعا الكابتن حسن شحاتة، بالإضافة إلى الروح والحماس اللي كان موجود عند اللعيبه. يعني خدنا ثلاث بطولات ورا بعض في الحقيقه، كان في برضه بطوله 98 كان من البطوله كانت بطوله من البطولات المميزه جدا في الحقيقه، بطوله 98 في عدد كتير من الالقاب اللي فاز بيها المنتخب، سبع القاب. نتمنى ان شاء الله السنه دي يكون اللقب الثامن عشان نزود تاريخ مصر الحافل بالالقاب الافريقيه. ده فيما يتعلق بتعليقاتكم على سؤال الحلقة دي، كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، سلام.